السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في الفيديو ده معنا موقع من المواقع بتاع تجميع رأس المال، وهو موقع ربح عملة لايتكوين مجانا. طبعا هو ده الموقع بدون أي مقدمات. هو الموقع ده مشهور جدا، في منه فري لايتكوين، فري ايثيريوم، فري بيتكوين، تمام. طبعا سعر عملة اللايتكوين حاليا 190 دولار، وكانت تقريبا من 3 أسابيع حوالي أو أسبوعين في 300 دولار. ما علينا، كل اللي على حضرتك علشان تسجل في الموقع ده، التسجيل في الموقع ده بسيط جدا. كل عليك اضغط على ساين اب، بعد كده زي ما انت شايف اكتب الايميل بتاعك والباسورد، وهنا الريفرال كود ممكن تسيبه لو حابب تدعمني. بعد كده اللايت كوين وذرو ادرس، ممكن تجيب الادرس ده من اي محفظه، ممكن تجيبه مثلا من باينانس، ممكن تجيبه من اي مكان تاني، مفيش اي مشكله. ممكن تسيبه فاضي عند التسجيل، سيبه فاضي خالص، بعد كده حل الكباتشه دي، بعد كده اضغط على ساين. بالنسبه لي طبعا مسجل في الموقع، وبالتالي كل اللي عليا ان انا احل الكباتشه دي وهدخل للموقع مباشر. بعد كده زي ما انتم شايفين دي وجهه الموقع. طبعا العمل على الموقع ده بطريقتين، اتنين مفيش تالت، لان باقي الطرق فيها شبهه وكلام من ده. تعالى كده اوريك اول طريقه. اول طريقه للربح من الموقع طبعا ده الرصيد الخاص بيا في الموقع، لاني انا في الموقع من زمان، تمام. كل اللي على حضرتك هنا تشوف الراجل هنا بيقول لك لو الرقم جالك من صفر لرقم 9000 انت هتاخد كذا من عمله الايثيريوم، اما الرقم لو جالك من المبلغ ده للرقم ده للرقم ده هتاخد المبلغ ده، لحد ممكن لو حظك جه للرقم 10000 هتاخد واحد ايثيريوم، واحد لايت كوين اسف، وهو قابل للسحب، تمام. بعد كده كل عليك حل الكباتشه دي. ايه بعد ما حلينا الكباتشه نضغط على كلمه رويل، بعد كده زي ما شايفين بيقول لي انت كسبت المبلغ كذا، لان جالي على الرقم ده، والرقم ده بيتراوح من صفر ل 9000، وبالتالي انا كسبت المبلغ ده وتم اضافته هنا على الرصيد. الطريقه الثانيه للربح من الموقع وهي من خلال الريفرر، تمام. عندنا هنا الريفرر، ممكن تاخد رابط الاحاله الخاص بيك زي ما انت شايف هنا، ده رابط الاحاله الخاص بيك، وتقدر تكسب من رابط الاحاله. رابط الاحاله لو حد سجل من خلالك وكسب في الموقع واحد لايت كوين، انت هتاخد نص لايت كوين من الموقع، تمام، وليس من صاحبك اللي سجل. عندنا بقى الخانات اللي فوق دي اللي هي المالتي بلاي والايرن واللوتري والكلام ده كله ملناش لينا دعوه بيه خالص، لانه في شغل رهانات وكلام من ده. بعد كده كل عليك اضغط على كلمه وذرو، السحب من الموقع بسيط جدا. هنا الراجل هنا بيقول لك ان انت تقدر تسحب، الحد الادنى للسحب هو 400000 ساتوشي من عمله الايثيريوم. هنا كل اللي عليك تروح تضغط هنا تضيف له عنوان السحب الخاص بيك، طبعا انت ما ضفتوش عند التسجيل، فكل اللي عليك اضغط على كلمه بروفايل. بعد ما تضغط على كلمه بروفايل روح ضيف عنوان اللايت كوين الخاص بيك، تقدر تجيبه من منصه باينانس او اي منصه انت تستخدمها او الفوست باي. بعد كده ضع هنا العنوان، بعد كده اضغط على تشينج لايت كوين وذرو ادريس، تمام. بعد كده زي ما انت شايف هنروح على كلمة وذرو بعد ما حفظنا العنوان. بعد كده زي ما انت شايف الراجل هنا بيقول لك الحد الادنى للسحب زي ما قلت لك، والفي الرسوم اللي هو 100000 ساتوشي، تمام. بعد كده اكتب هنا الفاليو للوذرو، تمام. انا وليكم مثلا انا عايز اسحب 0.0 اللي هي مثلا مليون ساتوشي من عملة اللايت كوين. بعد كده بيقول لي انت هناخده منك رسوم كذا، واللي هيوصلك صافي كذا. بعد كده اضغط على دي، حل الكباتشه، بعد كده اضغط على كلمه وذرو لايت كوين، وهيتم وصول السحب. ودي الطريقتين للربح من الموقع اللي زي دي. انا حبيت افكركم بالموقع اللي زي دي، وان شاء الله باذن الله هنطرح مواقع ثانيه صادقه انك تشتغل عليها مع بعض. فانا اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم.